Goal for Eric Abidal. The most unlikely of sources breaks the deadlock at San Mamés in the 74th minute. Eric Abidal. برشا 2009 ذكرى وصلت الان ممكن ميسي لا الى ألفيش لكن يغير رايه الى أريك أبيدال. الله هدف تاريخي لأريك أبيدال. حب الجماهير للاعب فعلا الحقيقه أبيدال لاعب مخلص لاعب موفق جدا كان هذا الموسم، لكن هي يعني هي حال الدنيا دائما، يعني طبعا بنشوف يعني عبر كثيره ولابد ان نستفيد من هذه الامور. هذه امامنا هنا الحب لهذا النجم الكبير أبيدال الذي اسعد الجميع، الكل يصدق في 22 لان أبيدال غائب ولكن زملاءه حضر.